لله يعني فضل الجماهير النهارده والله يعني حققنا الفوز، هم اللي عملوا النقله الشوط الاولاني لما خسرناه دفعا معنوية بتاعتهم، واحنا الحمد لله لعبتنا فنيا يعني اعلى فعلا ومستواهم ما شاء الله احسن فريق في افريقيا الحمد لله. طبعا ده مش جديد على النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي دايما عنده القدره والمقومات والبنيه التحتيه والقدره البشريه على التنظيم باعلى حاجه يعني، فالحمد لله ده اللي احنا مشينا عليه وعملنا تنظيم مشرف، ده اللي يليق بنادي الاهلي، ده الطبيعي يعني الحمد لله. البطوله الحقيقه ما كانتش سهله خالص، البطوله كانت على ارضنا وده كان حافز كبير لينا، بس برده كان صعب قوي ان احنا نحافظ على اللقب، واحنا الحمد لله ده اللي قدرنا ان احنا نعمله. مباراه النهارده كانت صعبه طبعا جدا، ده شرف كبير لينا ان النجمه العاشره كانت معانا، الحمد لله والله الحفاظ على اللقب اصعب بكتير يمكن من ان انت تحققه مره بس وخلاص، وده كان هدفنا المره دي ان هي دي تكون النجمه العاشره، والحمد لله ان احنا قدرنا نقوم بيها. هو المره دي البطوله اصعب من السنه اللي فاتت بكتير جدا، الفرقه كلها مدعمه بمحترفات يعني وعلى اعلى مستوى، ما كناش يعني عاملين حساب ان احنا هنكسب بكل سهوله، لا ما فيش حاجه اسمها كده خالص، ما فيش حد كبير في الرياضه يعني. اكيد طبعا هم كارتوش مش زي السنه اللي فاتت خالص، مدعمين بمحترفه كويسه جدا طويله وعلى اعلى مستوى يعني، فاكيد كنا عاملين لها حساب اكتر يعني، وحساب اكتر من السنه اللي فاتت يعني.